السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة الكود النيوزيلندي ده الملحق الرابع بيتكلم على أهم استخدامات الموديل، وكل واحد فيهم بيبدأ يتكلم معانا بالتفصيل. ده الفيس، وبعد كده بيبدأ يقول لك إن في بعض الحاجات لازم تكون موجودة في كل المراحل. في حاجات بتبقى في مرحلة ديزاين، في حاجات في كونستراكشن، في حاجات في الأوبريشنز. يعني على سبيل المثال existing conditions model، الموديل اللي موجود للحاجة اللي متنفذة فعلا أو الحاجة اللي موجودة فعلا، دي تبقى في كل المراحل. طب تقدير التكلفة محتاجه في الثلاث مراحل، الفيس بلانينج الفور دي مش هحتاجه في الأوبريشنز، بس لازم في مرحلة الديزاين ومرحلة الكونستراكشن وهكذا. طيب بيبدأ تخش بقى في كل مرحلة فيهم، بيبدأ يتكلم فيهم موضوع الموديل 3D موديل، دي حاجة اللي متنفذة والفايدة بتاعتها ان انا يبقى عندي الحاجة في الـ real time، الـ resource requirement الحاجات اللي انا اكون محتاجها. ممكن اكون محتاج الـ 3D laser scan عشان اتأكد ان اتنفذ هو الموجود عندي في الموديل، اللي المفروض يكون موجود في التيم عنده معرفة مثلا بالـ information model، عنده معرفة بالـ 3D laser scan الادوات بتاعته، عارف بالـ surveying. طيب لو دخلنا بقى على cost estimations لتقدير التكلفة، بيبدأ يعرفها ان انا ابقى عارف مجموع تكلفة العناصر هتبقى موجودة ازاي والفاليو بتاعتها والريسورس ريكويرمنت الحاجات اللي مطلوبة، المعلومات الخاصة بالكوست داتا، والفريق نفسه يكون عنده القدرة على التعامل مع البرامج المتخصصة مثلا في البرامج الحصر. الفيس بلانينج 4D موديل ان انا ادخل بعد الزمن على الموديل فتبدأ تشوف معايا واحدة واحدة هتفيدني في ايه، ان عندي قدرة اكتر على ان انا افهم وافهم واوصل المعلومة للفريق بخصوص ترتيب العناصر، او بقى مراقب الاكشوال بروجرس وقارب بينها وبين الحاجة البلانت المخطط ليها. طب ايه الحاجات المطلوبة؟ يكون في حد من الفريق فاهم الـ4D، ويكون عندي برامج خاصة بالسكادولينج، وايه اللي مطلوب من التيم عشان يبقى يقدر يعمل الخاصية دي او يستفاد من الخاصية دي في البيم. الموضوع البروجرامينج ده طبعا في اول المشروع، وممكن برضو في موضوع الاوبريشنز ايه القيمة اللي هتفيدها لي، الريسورسز اللي مطلوبة عشان اقدر اعمل كده، السايت اناليسيس في اول مشروع ان انا اقدر احلل المشروع يكون عندي فهم للبيم اند الجي اي اس، ومن خلال كده نقدر نقلل مخاطر ان احنا نكتشف مشاكل اثناء ما احنا شغالين. ممكن مثلا المنطقه مش متساويه، ممكن يكون في مشكله في المنطقه، فلازم يكون الفريق عنده قدره على فهم الجي اي اس وربط بينه وبين البيم. الديزاين ريفيو ان انا بقى عندي البرامج الخاصه بالديزاين ريفيو والبرامج الخاصه بالانتراكتيف ريفيو، والفريق يبقى عنده قدرة على رؤية الملفات دي في 3D موديل. وهكذا بيمسك كل حاجة من الحاجات بيبدأ يقولك ايه هي التعريف بتاعها وايه هي القيمة بتاعتها وايه الريسورس المطلوب والتيم مطلوب منه ايه بالظبط، مثلا الـ MEB الـ Structure الـ Facility الـ Energy Analysis